السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الأعزاء في حلقة جديدة من عرب سوفت. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لتسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2017، وذلك بعد ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في يوم الخميس 1 من هذا الشهر عن بداية عملية تسجيل في قرعة أمريكا 2017، والذي سيمتد إلى غاية الثالث من شهر نوفمبر من سنة 2015، حيث ستمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 50,000 بطاقة جرين كارد للمحظوظين الذين سوف يتم اختيارهم في هذه القرعة. وفي حال كنت من بين هؤلاء المحظوظين وتم اختيارك، وهذا ما أتمناه لكم جميعا، فإنك سوف تستفيد من عدة امتيازات من بينها العيش والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سوف تستفيد من عدة خدمات كخدمة الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي إلى آخره. أما بالنسبة لطريقة التسجيل في هذه القرعة فهي سهلة جدا، يكفيك التوجه إلى هذا الموقع الذي سأضع لكم رابطه أسفل الفيديو. وهذا الموقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية والتي خصصته لعملية التسجيل مجانا في هذه القرعة. تنزل إلى الأسفل هنا، تقوم باختيار Begin Entry، وأول شيء قبل أن تقوم بالتسجيل أود التنويه إلى شيء مهم. من الأفضل أن تستعمل متصفح فايرفوكس أو انترنت إكسبلورر في عملية التسجيل، لأن جوجل كروم لا يدعم هذا الموقع بشكل صحيح، وقد تواجه مشاكل عند التسجيل. تقوم بالضغط هنا ثم مباشرة سيحولك إلى صفحة بهذا الشكل. تقوم بإدخال كود الكاباتشا الذي يظهر لك هنا، تقوم بإدخاله هنا. ثم تضغط على سبميت، ثم مباشرة سيعطيك قائمة بهذا الشكل. تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية هنا، تقوم بكتابة اسمك العائلي. مثلا سأقوم بكتابة اسم عائلي عشوائي لأني سبق لي وقمت بالتسجيل في هذا الموقع، ولا يمكنني أن أتسجل مرة أخرى لأن هذا يعتبر غش. ثم هنا تقوم بإدخال اسمك الشخصي، مثلا عمر. وهنا في حال كنت تتوفر على اسم ثالث تضعه هنا، أو إن كنت لا تتوفر عليه حدد على هذا المكان نو ميدل نايم. وهنا في الجنس تقوم باختيار ذكر أو أنثى ذكر. وهنا تاريخ الإزدياد تقوم باختيار اليوم الشهر، هنا السنة 1900، وهنا تقوم باختيار المدينة التي ولدت بها. مثلا سأقوم بكتابة بلونكا. ثم تقوم هنا باختيار البلد الذي ولدت فيه، تقوم باختيار على سبيل المثال في حالتي أنا موروكو. في حال لم تجد بلدك هنا تقوم بالضغط هنا تحدد نو، ثم تقوم بالبحث عليه هنا. لكن لا تقلق، فأغلب البلدان العربية بمعنى جميعها موجودة هنا. ثم تنزل إلى الأسفل، هنا مكان الصورة، وهذا هو أهم شيء هنا لأنه يجب عليك أن تضبطها لأنها قد تتسبب في رفض ملفك. ومن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الصورة أن تكون خلفيتها بيضاء، وأن تكون الصورة بمقياس 600 على 600 بيكسل. في حال لم تكن مساحة الصورة 600 على 600 بيكسل يمكنك ضبطها ببرنامج الفوتوشوب أو البانت الموجود على الويندوز. أو في حال لم تتوفر على هذين البرنامجين أو أي برنامج خاص بالتعديل على الصور على جهازك، يمكنك استعمال هذا الموقع الذي سأضع لكم رابطه أسفل الفيديو. تأتي وتضغط، تتوجه إلى رابط الفيديو أول، أعتذر، رابط الموقع أولا، ثم تضغط على Try Online ومباشرة سيعطيك هذه الصفحة. تأتي إلى File، تقوم باختيار New Image، ثم هنا تحدد 600 على 600 هنا، ثم تضغط OK. سأقوم بتصغير هالكي تسهل علي تركيب الصورة الأخرى عليه. ثم تقوم باختيار صورة من على جهازك Open from my computer. هنا اخترت لكم هذه الصورة، قمت وجدتها فقط على الانترنت، وبالنسبة لشكل الصورة فهي صحيحة 100%، لكن المقياس ليس صحيحا لأن هذه الصورة صغيرة بالنسبة للمقياس المطلوب. نقوم بالضغط على Edit هنا، Copy، أقوم بالخروج منها No، ثم أتي مباشرة مرة أخرى، ثم أضغط على Paste، ثم
ثم تضغط بالزر الأيمن للماوس ثم Free Transform، ثم تقوم بتركيبها على الشكل التالي كما تشاهدون حتى تضبط. ثم تضغط على أي مكان وهي قد ضبطت، ثم نقوم بالضغط على فايل مرة أخرى أعتذر، ثم تضغط على Save to my computer، ثم تختار JPEG، ثم تقوم بتسمية الصورة أو اتركها كما هي، نضغط على Save، ثم تختار مكان حفظ الصورة، أقوم بحفظها على الديسكتوب، ثم أخرج من الموقع وأتوجه إلى الموقع الثاني. ثم أو نسيت شيء مهم، هذا الموقع أيضا سيمكنك من معرفة إذا كانت الصورة صحيحة، تقوم بالضغط، سأضع لكم رابطة أيضا أسفل الفيديو، تقوم بالضغط على Choose Photo، ثم نقوم باختيار الصورة التي قمنا بتعديلها، لأننا لو اخترنا الصورة التي قمت بتعديلها التي اخترتها في الأول لن يتم قبولها كما ستشاهدون. كما ستشاهدون يقول لك أن الصورة غير مضبوطة وليس لا تتوافق مع الشروط التي وضع هذا الموقع، بمعنى أن مقياسها ليس 600 على 600. سأقوم باختيار الصورة الأخرى التي قمنا بضبطها هي كما تشاهدون لكي نتأكد. كما تشاهدون فالصورة جيدة ويجب على الملامح أن تكون نقوم بضبطها، يجب على الملامح، مثلا ملامح الوجه يجب أن تكون في هذه الدائرة، وبالنسبة للأكتاف يجب أن تكون على هذا الشكل. وهذه بعض الأمثلة التي وضعها لكم الموقع. كما تشاهدون هذا هو الشكل الصحيح للصورة، هذه الصورة المقبولة، فمثلا هذه الصورة غير مقبولة لأنها بعيدة كما تشاهدون، والأكتاف غير مضبوطة هنا لأنها بعيدة، وهذه الصورة قريبة جدا وهي أيضا غير مقبولة، بمعنى يجب على الصورة أن تكون على هذا الشكل لكي يتم قبولها. ثم نقوم بالخروج، ثم تضغط على Grab، أوكي، ثم تضغط على Save Photo. وأيضا هناك موقع آخر يتيح لك معرفة إن كانت، وهو تابع أيضا لوزارة الخارجية المكلفة بهذه الهجرة، تأتي إليه، مثلا تابع للموقع الأول، تأتي إليه ثم تضغط على Browser، تقوم باختيار الصورة، هنا هي الصورة، هاي الصورة، لكي نتأكد إن كانت مقبولة أم لا. ثم تضغط على تشيك فوتو، وكما تشاهدون الصورة مقبولة، your photo is valid. في حال لم تكن الصورة مقبولة فسيظهر لك هذه الأيقونة باللون الأحمر ويقولون لك بأنها غير مقبولة، فمثلا هذه الصورة مقبولة وسنقوم برفعها سننزل إلى الأسفل ثم تضغط على براوزر ونقوم بتحميل الصورة، هي الصورة Ultimate Image، ثم تنزل إلى الأسفل، هنا تقوم بإدخال معلومات بمعنى عنوانك، هنا تقوم بكتابة اسمك كاملا، مثلا قمت بكتابة في الأول تاج عمر، لكن تأكد أن تكون هذه المعلومات صحيحة، أنا فقط أقوم بإدخال هذه المعلومات لأني كما قلت لكم في الأول سبق لي وقمت بالتسجيل في الموقع ولا يمكنني أن أتسجل فيه مرة أخرى لأن هذا يعتبر غش. ثم هنا تقوم بإدخال عنوانك، مثلا سأدخل أي عنوان، مثلا أعمال كازابلانكا. ثم في حال كان لديك عنوان ثاني تضعه هنا، هنا تقوم هنا تضع المدينة أو البلدة التي تقطن فيها، مثلا سأقوم بكتابة مثلا كازابلانكا نفسها. وهنا تقوم باختيار الجهة أو المقاطعة التي تنتمي إليها، سأكتب مرة أخرى كازا بانكا، وهنا يجب علي أن أضيف وهنا
السرعة كما تشاهدون هناك عدة أخطاء بسبب السرعة. هنا تضيف الزيب كود أو الكود بوستال التابع للمنطقة التي تعيش فيها، تضيف الرمز البريدي التابع لها هنا، تقوم بكتابته، وهنا تقوم باختيار بلدك مرة أخرى موروكو. ها هو هنا country where you live today، تقوم باختيار مرة أخرى هنا المكان بمعنى البلد الذي تعيش فيه حاليا موروكو. هنا تقوم بكتابة رقم هاتفك متبوعا بالرقم مبتدئا بالرقم الدولي. هنا تضع بريدك الإلكتروني، ثم نقوم بإعادته مرة أخرى في الأسفل هنا. وهنا في هذا المكان هنا تقوم باختيار مستواك التعليمي أو المهني، فمثلا هنا في لم أضف تدير كنترول، سأقوم بإضافة هذا وسوف أتم لكم الشرح. .com ثم تنزل إلى الأسفل، هنا تقوم باختيار مستواك التعليمي أو المهني، فمثلا هنا في حالة كنت لازلت تتابع دراستك في الإعدادية تضع هذا الخيار، في حالة كنت تتابع دراستك في الثانوية ولم تحصل على شهادة البكالوريا تقوم باختيار هذا الخيار، في حالة كنت قد حصلت على شهادة البكالوريا تقوم باختيار هذا الخيار، في حال كنت تقوم باتباع تكوين مهني تقوم باختيار هذا الخيار، في حال كنت حاصل على شهادة البكالوريا وتتابع دراستك في الجامعة تقوم باختيار هذا الخيار، في حال كنت في هذا الخيار، في حال كنت قد حصلت على شهادة جامعية تقوم باختيار هذا، في حال كنت أما في أعتذر في حال كنت، في حال كنت أقوم بإعادتها عدة مرات. هنا في هذا المكان في حال كنت قد حاس كنت تتابع دراستك في الجامعة ولم اعتذر تجهز للماستر، وهنا في حال حصلت على الماستر تقوم باختيار هذا الخيار، هنا إذا كنت تجهز للدكتوراه تقوم باختيار هذا الخيار، وهنا إذا كنت قد حصلت على الدكتوراه تقوم باختيار هذا الخيار. في حالتي أنا سأقوم باختيار هذا الخيار لأني أتابع دراستي في الجامعة فقط. أما في الخيار الثالث عشر هنا يعطيك حالتك الاجتماعية، مثلا هنا عازب في هذا المكان متزوج وزوجتك لا تقطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا متزوج وزوجتك تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا المكان في هذا الخيار مطلق، وفي الخيار الآخر هذا بمعنى أنك أرمل، وفي الخيار الأخير بمعنى أنك منفصل مع أن الطرف الثاني لن يكون له الحق في الاستفادة من برنامج من هذا البرنامج الخاص بالهجرة. وفي حالتي أنا سأقوم باختيار عازب. أما في حال اخترت متزوج وكان لديك أطفال تقوم بوضع عدد الأطفال الذين لديك هنا، أما في حال لم يكن لديك أطفال تقوم بوضع صفر هنا، ثم تضغط على continue ثم ننتظر قليلا. وهنا يعطيك خيار التأكد من معلوماتك، فتأكد أن تكون كل هذه المعلومات صحيحة، لأنه في حال حالفك حظ في هذه القرعة وكانت المعلومات التي أدخلتها مخالفة للمعلومات الحقيقية فإن ملفك سيرفض. في حال وجدت خطأ في هذه المعلومات تنزل إلى الأسفل ثم تقوم بالضغط go back to part 1 وتقوم بتصحيحها. أما في حالة كانت صحيحة تقوم بالضغط على continue، وهنا نكون قد انتهينا، وستحصل على هذا الكود الخاص بك، وهذا الكود قم بحفظه في جهازك أو اكتبه في ورقة وحافظ عليه في مكان آمن، لأن هذا الرقم الذي سنتعرف من خلاله إن كنت قد وفقت أم لا في هذه القرعة، حيث أن الإعلان سيتم
سيتم عن الإعلان عن النتائج في شهر مايو القادم من سنة 2016، وإن شاء الله سأضع لكم فيديو آخر أشرح فيه طريقة معرفة إن تم قبولك أم لا. وإلى اللقاء، وإلى هنا يكون درسنا قد انتهى. أتمنى أن يكون شرحنا هذا قد نال رضاكم، وأتمنى لكم التوفيق جميعا في هذه القرعة. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب على الرابط التالي youtube.com/nounabdallah، والضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، هذا هو الزر أو الزر الذي ستجدونه أسفل الفيديو. وأيضا للمزيد من المواضيع والشروحات التقنية لا تنسوا زيارة موقعنا عربسوفت.com. وإلى اللقاء.